شكرا جزيلا، نرحب بكم. في الحقيقة المرة الثانية احنا نشارك في هذا المنتدى، وهو منتدى ناجح يدعم العلاقات التجارية العربية التركية. والسيد صبوحي شخص ناجح جدا، رئيس الجمعية، ونتأمل انه تستمر هذه المنظمة في عقد منتدياتها السنوية لما تحققه من نجاح ومساهمة في دعم الاقتصاد العربي والتركي في آن واحد. شكرا. هل هناك من أفكار لدعم جمعية التعاون الترابي ببرامج مخططة مستقبلية ما بين تركيا والعراق؟ يعني أنا أعتقد أنه الجمعية تبذل كل جهدها وواصل لمرحلة متقدمة في التطور وفي الخبرة. نتأمل أنه تزيد عقد الصفقات التجارية بين المنظمات العربية والمنتجين الأتراك بالسنين القادمة إن شاء الله. شكرا. هل تريدون توجيه كلمة لتركيا وجمعية التراب من خلال هذا المؤتمر؟ احنا نشكر جمعية التراب على دعم التجارة البينية بين الدول العربية والتركية، ونحب نقول للأخوة الأتراك انه احنا نحبهم كعرب. شكرا لسعادة حضرتك. ميرسي جدا.